دقيقة 67 حال الطرد للاعب الكرخ للحصول على انذارين. كابتن رعد، هل يستحق اللاعب البطاقات الصفراء، بطاقتين صفراء وتم طرده على هذا الأساس؟ طبعا انه صار كلام اللاعب ما يستحق البطاقة. احنا خلينا نتابع المخالفة، يعني دائما طبعا هذه المخالفة الأولى كانت المخالفات اللي تستحق تلاحظ هذا الدخول على اللاعب. يعني أول شيء احنا نفرق بين الركل وبين الدخول على اللاعب بإهمال أو تهور. التهور في هذه الحالة غير موجود، الدخول بإهمال لا يستحق البطاقة الصفراء على هذه الحالة، لكن عنده إنذار سابق. لا، هذا الحالة الأولى، هذا الإنذار الأول كان هذا، هذه الحالة الثانية اللي حصل عليها البطاقة الصفراء الثانية. نعم، اللاعب رقم 4 مو نفس الكابتن؟ نعم، هذا كابتن، هذا اللاعب. لا لا، رافض رقم 6. نعم، رقم 6. نعم، هاي الحالة الثانية حصل على الإنذار الثاني وانطرد. كابتن، نعم، الآن استر الحالة على البطاقة الأولى، يستحق نعم البطاقة الصفراء الأولى حتى أنه بعد نذهب للبطاقة الصفراء الثانية؟ لا يستحق البطاقة، قلت لك حالة إهمال وليس التهور. كابتن، لا يستحق البطاقة، عرقلت لاعب في منطقة غير مؤثرة ولا توجد فرصة واعدة. طيب.